يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من تجرأ على أئمة المذاهب الأربعة وأهدر جهودهم بحجة نبذ التقليد، فهل من توجيه من فضيلتكم يبين مكانتهم وسبقهم؟ هذا مكانته هو، ينبغي يسأل هو يشاهش علمه وين بلغ علمه حتى يتكلم هذا الكلام. هذا إنما هو ينزع من مذهب عصري عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ويحترم أهل العلم ويحترم الكتب التي ألفوها، ولا يفتح للناس باب التهاون بالعلم وأهل العلم والكتب الشرعية يزهدهم فيها. يعني كل عمل المسلمين باطل، كلها سنين لما جاء الشخص هذا كل عمل المسلمين والأئمة كله باطل. يا سبحان الله، هذا نسأله عن مدى علمه، هو يمكن ما عنده من العلم شيء ويبي الناس يصيرون مثل أحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي، يصيرون مثله ويأخذون من الكتاب والسنة مباشرة ولا يعودون على كتب العلم والأصول. وحتى ألفيت العراقي قال فيها ما قال، ألفيت العراقي في الحديث معروفة، الرحبية قال فيها ما قال، هذا طمس للعلم والعياذ بالله. فعليه أنه يتوب إلى الله ويكتب مقالة أخرى يبين خطأه في ذلك. نعم.